اوقات سحر و افطار، چھٹا رمضان المبارک۔ فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات کے لیے وقت سحر 4:31، وقت افطار 6:31۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذل ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك. وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين، برحمتك يا أرحم الراحمين.